أهلين بنات، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. الفيديو اليوم عن مشروعنا الـ SSH Must Have Box. هو باكس مفاجئ يوصل لك كل شهر بمنتجات متنوعة، ممكن تهدينه لنفسك، لصديقتك، لأمك أو لأختك. كل مرة السعر يختلف والمنتجات تكون متنوعة، من عناية، مكياج، فاشن وقرطاسية بعد. الهدف من الباكسات انك تجربين منتجات جديدة يمكن قد سمعتي عنها قبل او لا، والاختيارات كلها تكون مننا. ويلا خلونا نشوف محتويات باكس يناير. المنتج الأول بخاخ من أوربي، عبارة عن بخاخ تبخينه يعطي كثافة للشعر، وحلو إنك تستعملينه بعد ما تسوين الاستشوار. المنتج الثاني كريم للجسم من جوملون، من أهم مكوناته بذور الجوجوبا وبذور الكاكاو وزيت اللوز الحلو، خفيف على البشرة وريحته نظافة. المنتج الثالث عطر من جوملون، ريحته زهور وثباته قوي، حلو للاستعمال اليومي، حجمه ترافل سايز وحلو انه ينحط شنطتك اليومية. المنتج الثالث بيبي كريم من مارسا، قوام البيبي كريم خفيف ويندمج بسرعة، تغطيته متوسطة ومكوناته طبيعية تغذي البشرة وترطبها بنفس الوقت. الحلو فيه انه يعطي مظهر طبيعي ويعطي لمعة خفيفة للبشرة. المنتج الرابع من No Chewing Allowed، هو شوكولت داخله 21 قطعة، يذوب بالفم بسرعة، طعمه مرة لذيذ وحلو تحطينه مع الهات شوكولت. في الأخير عينات من كيلز وتاتشا ودكتور برينت. إن شاء الله عجبكم باكس يناير. إذا حابين تشتركون في الباكس أو تستفسرون عنه، تواصلوا معنا على الإيميل موجود تحت في الديسكريبشن بوكس. إذا حابين تشوفون محتويات الباكسات الجاية، لا تنسون تشتركون على القناة. ويوم سعيد.